رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع خبيره التجميل والميك اب ارتست ندى ناصر. ازيك يا استاذه ندى؟ الله يسلمك. ايه الاخبار؟ تمام. كله حلو؟ كله حلو. ايه الجمال اللي تعمله؟ انا شايف كله حلو الصراحه. كلميني بقى عن اللوك ده. اللوك ده اسمه سبوت لايت، بنركز على فوق جفن العين ينور اكتر ومدمع العين من هنا بجليتر، ولون بشرتها طبيعي خالص يعني. ده لوك ايه بقى؟ هل اسمه سبوت لايت؟ يعني ينفع سواري ولا زفاف ولا ينفع زفاف؟ يعني ده لوك زفاف. اه عشان كان لابسها التاج صح؟ المفروض كانت تكمل الباقي. لا هو كده بصراحه حلو جدا، الله ينور. تمام. انا عايزاكي بقى تعرفيني، هو ليه الفونديشن بعد يعني وقت بيغمق او بيقشر؟ في انواع فونديشن بتاكسد بعد ساعه، بعد كل ساعه بتاكسد ولونها بيغمق اكتر. فاحنا زي لازم ايه؟ زي يعني اقول ماركات عادي، كيرولان، ديرما، الحاجات دي كلها اللي هي الحاجات الاوريجينال عامه كلها بتاكسد بعد ساعه. يعني الحاجات يعني اللي هي التركيز بتاعها خفيف هي دي اللي مش بتاكسد، يعني نادر جدا. فبتاع العرايس لازم نفتح قوي الشغل علشان مع مرور الوقت وشها بيغمق. والحاجات طبعا اللي احنا بنحطها فوق طبقات الفونديشن بتغمق. فاحنا عشان العروسه البيضة ما تطلعش في الاخر سمراء. تمام. بس علشان يعني نعمل حساب الاكسده بتاعه الفونديشن. طيب انا عشان اللوك ده زي ما هو كده سفاف عايز احوله لسواريه، بعمل ايه؟ نهدي الجليتر من 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 فوق العين، الوان الروج تبقى افتح شويه، الرموش تبقى اقصر كده. احنا عايزين بس الكاميرا بعد اذنكم تيجي على الموديل عشان الناس تشوف اللوك. بص لتحت. يعني عايزك تعرضي كده اللوك. بص للكاميرا. بصوا يا جماعه الجمال بتاع الميك اب ارتست اللي عاملاه في الموديل. هي الموديل قمر اصلا. قريبتك صح؟ صاحبتي. ايوه عشان كده. طيب احنا دلوقتي حولنا اللوك ده لسواري، خففنا الجليتر زي ما حضرتك بتقولي ويعني قللنا شويه الرموش والروج والحاجات دي عشان بقى يبقى والالوان كاجوال. نفسها عشان يبقى كاجوال بقى. لا عشان يبقى سواري عادي، يعني حاجه بسيطه محدش يعني يشوفك يتخض منك، يعني نحولها الالوان ترابي. انا بنشوفك حاجات غريبه في الشارع. لا هي نحولها الالوان ترابي شويه علشان خاطر محدش يتخض او انت ما تبقيش راحه الفرح عايزه تغطي على عروسه، لان الفكره دي انسيها خالص. لا العروسه عروسه مفيش كلام. طب انت دلوقتي كعروسه، في عروسه بتيجي تقول لك انا عايزه اللوك ده؟ اه طبعا لازم اسمعها واشوف رايها هي عايزه ايه. طب ولو رايها مش عاجبك؟ بشاركها رايي واقنعها في الاخر برايي، بس هي لما تشوفني فاهمه وبقول لها في كذا وفي كذا بتقولي خلاص اعملي اللي انت عايزاه واللي انت شايفاه. طب افرض هي صممت على رايها؟ لا مفيش حد بيصمم ابدا معايا خالص. لا خالص. طيب كلميني بقى، هو ازاي اصغر البق وازاي اعمل خدود بالكونتور؟ ده شيء يعني سهل جدا. احنا يعني بدل ما نستخدم الكونتور، يعني انت بتتكلمي في الناس الطبيعي مش عروسه. لا صح؟ الناس عاديه نستخدم الهايلايز، احسن لون غامق يكون مدي على بيجات او بنيات، ده هيدي كونتور للخدود حلو جدا بدل ما انت تغمقي وما تعرفيش تدمجيه كويس. ونحط تحت خط الهايلايز والبلاشر، نحط باودر هنا يشد لنا الخد الفوق. تمام. كده انت بتعملي خد وبترسميه. الشفايف بتحدديها لجوه وبتسيبي الجنبين من هنا ماشي، ولو هنا اكبر هنا اصغر، يعني اهم حاجه بتخشي لجوه في المنطقه الكبيره وتطلعي لبره في المنطقه الصغيره. طب انا لو واحده عاديه يعني عايزه اخلي كونتور يبقى طبيعي، استخدم كونتور باودر احسن؟ لو انا طبعا مش بعرف ان الباودر، بس انت برضو خليكي في الهايلايتر احسن، يعني كويس أفضل جدا يعني. او افضل لانك مش هتعرفي تدمجيه. طب احنا بقى عايزين نتكلم عن الشعر. تمام. ايه الخطوات اللي انا ابقى ماشي فيها صح عشان احافظ على شعري وما اخلوش يقع؟ خطوات ان احنا بنعمل كل الناس بتغلط في اللي انا هقوله ده، بيحطوا زيت ويسيبوه على شعرهم يومين ثلاثه. الزيت بيتحط من ساعتين لثمان ساعات، بعد كده بيتغسل بحمام كريم. والشعر يتساب ما فيهوش اي حاجه، يبقى طبيعي جدا. تمام. ولازم كل شهر نعمل تنظيف للشعر. تمام. التنظيف دوت بيبقى ايه؟ شامبو وملح بيقوا على بعض، بنعمل بيهم فروه الرسمه
بعد كده نشطف وخلاص، حمام كريم على الشعر من تحت وخلاص كده. ولو هنغسل في الايام العاديه الشامبو على فروه الراس والبلسم على الحمام الكريم من تحت. تمام. طب في ناس دلوقتي بتقول لك البروتين بيوقع الشعر، هل الكلام ده صحيح؟ اه، في شعر ما بيستحملش البروتين، وفي بروتين احنا بنضيف عليه نسبه فورمالين، يعني بيتضاف عليه نسبه فورمالين عشان يفرد. بتخلطي الاثنين مع بعض؟ اه، وفي بروتين بيبقى 10% بس فورمالين، ده بيبقى الفرد بتاعه عادي جدا. يعني ده مش بيجهد اصلا الشعر؟ ايه، مش بيضر الشعر في حاجه؟ لا، لو ما كل حاجه في الحياه بتضر، حتى الشامبو اللي انت بتستخدميه بيضر، عشان كده بتستخدميه مره واحده بس في الاسبوع، والحمام الكريم او البلسم مره او مرتين حسب احتياجك بس ليه. طب وكتر المكوى والاستشوار كتير. طبعا كل دي حاجات مدمره للشعر، ما فيش احسن من طبيعه شعرك تتعاملي بيها. طب لو واحده شعرها وحش هتعمل ايه طيب؟ تتعامل بطبيعتها وتاخد عليه كده وتحبه كده. بس ما فرتش، ما عملش بروتين، اصل كل الناس دلوقتي بقت بتعمل بتاع اطفال دوت، يعني نسبه الضرر فيه مش كبيره قوي زي البروتين اللي انت بتشوفيه على النت اللي هو الميه السايحه دي. لا، ده فيه بروتين بيبقى نسبه الفرد فيه شعر طبيعي كده، يعني شعريه مش طريه جدا. طب والبوتوكس؟ ما بحبش اتعامل بالحاجات دي عشان بتبقى نسبه الفورمالين فيها شديده شويه. بتعامل بالفورمالين دي بتاذي الشعر طبعا، بتطير 80% من الشعر. يعني بتعمل على كلها اسماء، وهو كلها في الاساس يعني هي اساسها كلها كرياتين. فهم بيطلعوا كل شويه اسماء علشان الحاجه اللي بتقدم بتقف. طب ممكن الناس اللي شعرها مجعد نستخدم لها ايه بقى؟ زيوت مثلا، سيرم وتنظف شعرها زي ما قلت لك، وتسيبه ما يبقاش لازق في بعضه كده من كتر الزيوت. لا، يعني تلفه طاقيه اللي هي الحاجات العاديه بتاعه زمان دي، الحاجات دي كلها يعني لطيفه. طب في ناس ساعات بتستخدم خل التفاح. حلو جدا، ده مفيد جدا فعلا للشعر، جدا جدا جدا، وبيمحي القشره تماما. طب لو الناس شعرها فروه شعرها حساسه جدا؟ لا، ما تستخدمش خل التفاح، تستخدم شامبو جونسون بتاع الاطفال. بس كده. تمام، هنسيبنا بقى من الشعر. تمام. رجع لتنظيف البشره. تمام، كلميني عن الروتين اليومي بتاع تنظيف البشره. لو احنا مثلا يعني لو حضرتك بتطلعي كل يوم بميك اب تقيل كده، فانت لازم تعملي صنفره لبشرتك وترطيب، بعد كده بتغسلي بحاجات بسيطه اسمها ميه الرز في البيت، بتقفلي المسام وتبقى لذيذه جدا. لو انت بقى يبقى يعني الصحي اكتر ان انت تستخدمي تنت في النهار، مسكره حواجب، التنت برضو على شفايف كده، انت خلاص تبقي حطيتي ميك اب للنهار. طب الناس اللي كل يوم بتحط ميك اب، هل ده ممكن يضر؟ لازم يعملوا تنظيف عميق جدا للبشره، لان الميك اب بيخش جوه جدا مهما تنظفي ومهما تشيلي بالمناديل. لا، ده صعب، وبيطلع حبوب وبيعمل كوارث. يعني فاونديشن زي اللي هي حاطاه ده، هي لو نامت بيه يعمل كارثه معاها، يعني لانه تقيل جدا. في ناس كتير، في بنات كتير جدا على فكره بتنام بالميك اب. ايه، في بنات كتير كل البنات بتحب الميك اب، بتنام بالميك اب. لا، ما هو ده غلط، ده غلط جامد جدا. طب بالنسبه للحبوب، اقدر اعالجها بالميك اب اخليها تتدارى خالص؟ لا، الحبوب حجمها ما بيتداريش، لونها بس اللي بيتدارى. يعني حبوب الخطوط اللي حوالين البق من هنا، الكسرات اللي تحت العين، كل الحاجات دي ما بتتداراش بالميك اب خالص خالص، بتبقى صور بس انت بتشوفيها. طيب في الصيف يعني احنا خلاص دخلنا على الصيف، في بنات كتير بتنزل الصبح بتحط ميك اب اوفر، هل الشمس ليها تاثير على البشره اللي هي بتحط ميك اب كتير الصبح؟ يعني انا طبعا انت بتخلي وشك كله يشرب الميك اب ده، يعني انت بتفتحي المسام وتقولي الميك اب اتفضل اعمل اللي انت عايزه. ده في الشمس، ده في الشمس وفي اي وقت اصلا، يعني البشره بتشرب الميك اب بعد ساعه او ساعتين. مهما تكوني عامله تقفيل المسام والكلام ده كله. طب انا دلوقتي لو رايحه الجامعه، تمام، احط ايه؟ زي ما قلت لك تنت، مسكره حواجب، مسكره رموش. طب الناس اللي عايزه بقى تحط حاجات تقيله الصبح كده، لا ده غلط جدا، وكمان الناس بتضحك عليها على فكره، ما بتبقاش لطيفه. طيب احنا معانا صور لحضرتك على الشاشه، ده كان لوك ايه؟ ده كان لوك هافون. ده زفاف صح؟ اه. ده قبل، ده بيفور، ده افتر. ايه ده ما شاء الله، هي دي متاكده؟ حولتيها خالص. خلاص مش مشكله. اه، ده صوري. اه، بص الالوان فول عيني تكاد تكون مش موجوده اصلا، بس الخطوات كلها كامله. هو دي، ده حلو قوي، هي البنت حلوه وانت يا دوبك اظهرتي بس جمالها. اه، وطالعه بلونها مش طالعه سمراء. معانا ايه تاني يا راجل؟ دي بنت صح؟ اه، انا شايفين كويس.
دي هي تقريبا نفس ال. ازاي بتصغري المناخير تبقى زي ما طلعت كده؟ يعني بننحت من عند الحواجب من هنا لحد هنا، لو المناخير طويله بنقف لحد هنا، لو المناخير قصيره بنعمل نكمل كله. يعني هي المناخير بتاعتها مثاليه ان شاء الله. معانا فيديو عايزين بس في فيديو هيتصور. تمام ماشي، عايزين نعرف بس يا جماعه الفيديو. ممكن بقى تعلق لنا على الفيديو ده؟ دي عروسه على فكره، هو اللي يشوفها يقول ان اللوك بتاعها سيمبل جدا، بس والله هو الميك اب بتاعها تقيل جدا جدا جدا، لان جفن عينيها من فوق صعبه في الشغل فيه، وسحبه العين لورا علشان ابين عين عشان هي ضيقه شويه. في ساعات تبقى عامله عروسه مثلا يجي جوزها يستلمها يقول لك الله ينور ايه اللي انت عاملاه ده؟ في بي اصلا مش يعني كده كده العريس بيبقى شايف عروسته حلوه زي القمر من غير اي حاجه، فهو كده كده اصلا بيتلهي في عروسته وبيشوفها حلوه يعني. بس طب ازاي ابرز العين ضيقه؟ بتحطي الوان جليتر فوق العين وهنا في مدمع العين وكحل ابيض. طب ايه رايك في الميك اب بتاعي؟ لا غلط ان انت تحطي فوق العين غامق، والحواجب قافله قوي على العين، فده كله عامل كاني فيه يعني ضلمه هنا وضلمه هنا فوق العين، فانت لازم تنوري فوق العين بالوان فاتحه عشان عينيا ضيقه. يعني خليكي في الحاجات يعني الواضحه اكتر، وبرده الوان اللينسز برده تبقى واضحه معاكي. طب ايه؟ طيب. لا خلاص تمام. ايه اكتر بشره بتضايقك؟ يعني الدهنيه اللي فيها حبوب طبعا، دي كارثه، دي كارثه. اكتر بشره بيبقى فيها حبوب اللي هي البشره الدهنيه ولا البشره الجافه؟ لا الدهنيه. الدهنية دي اكتر بشره بيبقى فيها. طب بتتعاملي معاها ازاي؟ دي طبعا مهما نعمل الحبوب مش بتتدارى، لونها بس بيتدارى، انما حجمها عمره ما بيتدارى. طبعا بقى بنقلل خالص من الهايلايتر في الخدود علشان حبوب بتبان اكتر. بنحاول يعني نتفي العروسه شويه علشان حبوب ما تبانش. طيب انا ازاي بقى يعني بنت عايزه تداري الحبوب بتاعتها او تعالجها؟ لازم تتابع. هل في خطوات معينه لازم تتابع قبل فرحها مع دكتوره جلديه؟ تقفل مسام وشها كله علشان تطلع زي ما هي بتشوف الصور. تمام، وتعمل يعني تنظيف للبشره عند دكتوره. انما ايه رايك في ماسكات البن والزبادي بالخيار؟ البن حلو قوي تحت العين والحاجات دي. هو عامه يعني في زيوت البن. انت في ماسك معين مثلا انت بتنصحي بيه الناس دي؟ اقول لكم، في ماسك كربوناتو مع زيت زيتون. زيت الزيتون بيطفي كربوناته شويه، بتعملي بيه سكراب لوشك. تمام، وبعد كده بتغسلي وشك بميه الرز بس كده. هتلاقي نتيجه احسن من انت عاملاها في اي بيوت سنتر بره. طيب معلش قولي كده تاني الخطوات عشان الناس. كربوناتو على زيت زيتون، تعملي بيهم سكراب. تحطي تعملي بيهم سكراب على بشرتك شويه كده لحد ما تحسي خلاص ان بشرتك نعمت جدا منه. تشطفي وشك، هتلاقي زيت الزيتون لسه فيه موجود بواقي منه. تحطي بقى تغسلي وشك بميه الرز، هيبقى جميل جدا. ده يوميا؟ ده يا ريت لو هي حاطه ميك اب تقيل تعمل كده علشان ما ياذيهاش. يعني لو واحده مثلا موديل مثلا. تمام، فالموديل على طول بتستخدم الميك اب كل يوم. والمناديل مش بتشيل اصلا الميك اب، يعتبر بتشيل من بره بس. فهي لو موديل يبقى لازم كل يوم تستخدم. لازم تنظيف بشره قبل ما تنام طبعا، وكيس المخده يتغير كل يوم علشان ما تعمليش حبوب، ما تنقليش من مكان لمكان. طيب انت دلوقتي عايزك تقولي نصيحه للناس اللي هي بتتفرج عليكي دلوقتي. تمام، ونفسها تبقى ميك اب ارتست، يعني البنات اللي هي عايزه تخش مجال الميك اب ارتست، تحبي تقول لهم ايه؟ تنصحيهم بايه؟ الهاويه وبتحلم تكمل، مفيش حاجه توقفها مهما كان ومهما يتقال ومهما يحصل. خليها تقع وتجرب وتقوم تاني لحد ما تبقى زي ما هي عايزه. اللي بقى واخدها شغلانه تفكها من الموضوع خالص، لان فعلا الموضوع ما بقاش يعني مجزي. بس يعني موضوع الميك اب دلوقتي ما بقاش مجزي خالص؟ لا ما بقاش مجزي. الاول كان ما كناش بنجيب ماتريال غاليه كده، فكان بيطلع معانا يعني الشغل كان كويس، انما دلوقتي الماتريال غاليه جدا فما بتجازيش. وطبعا كل واحده خدت شهاده بقت ميك اب ارتست، كل واحده خدت كورس او عملت ورشه. هي كده سابت نفسها ميك اب ارتست، بس هو المفروض يبقى بالممارسه وعدد السنين والشغل اللي انت طلعتيه من تحت ايدك. غير كده ما تسميش نفسك كده. انت حضرتك بقالك قد ايه في المجال؟ 10 سنين. 10 سنين في مجال الميك اب، طلعت من ايدك عرايس كتير جدا طبعا. ما شاء الله. دلوقتي بيكلموك بقى لحد دلوقتي يقول لك؟ كلهم على فكره كويسين جدا معايا وبيتابعوا معايا وبيجيبوا لي قرايبهم كمان. بيجيب لك شغل؟ هي كان عرفتها عن طريق شغل برضو من 6 سنين وبقينا اصحاب. يعني انتوا اصحاب 6 سنين دلوقتي؟ ايوه ان شاء الله. طب بالنسبه لو انا عروسه تنصحيني بايه قبل فرحي؟ ازاي اهتم ببشرتي؟ تروحي تتابعي مع دكتوره
تقعدي شهرين قبل الفرح بتاعك هتخليلك بشرتك دي صافيه جدا. ويا ريت ما تعمليش بقى يعني الطرق التقليديه اللي هي في ازاله الشعر بتاع الوش، خليكي في الديرما اللي طالعه جديده دي حلوه جدا. ايوه تمام. طيب الناس بقى انت عندك مكان اول؟ طبعا بيوتي. فين طبعًا. المكان؟ في القليوبية. قول لنا العنوان بالظبط عشان مساكن ورش ابو زعبل. يعني عنوان يا جماعه الميك اب ارتست اللي معانا النهارده مساكن ورش ابو زعبل، والاكونتات بتاعتها كلها موجوده الفيس الجروب، صح؟ حضرتك عندك جروب؟ الجروب بتاعك متفاعل؟ انا اصلا يعني بقالي سنه ما بنزلش عليه شغل، لان كنت شايفه نفسي مش محتاجه ان انا انزل شغل على الجروب. اللي بينزل اللي هم لسه عايزين يبينوا نفسهم للناس، انما انا الحمد لله الناس بتيجي على اسمي. فما كنتش محتاجه ان انا انزل. هل في ناس بتجيلك مثلا من القاهره؟ بيجيلي ناس من اماكن، ده في ناس بتجيلي من اسكندريه عشان تطلع الساعه 2 الظهر. لا بيكونوا عرفوني معرفه صدفه وخلاص بقى، ببقى علقت في دماغهم هطلع من عند ندى. اي عروسه بتخاف جدا جداً. يوم فرحها انا نفسي كنت خايفه. انت يوم فرحك كنت خايفه برضو؟ ومين اللي عمل لك الميك اب؟ انا طبعا. انت اللي عملتي نفسك الميك اب؟ ميك اب وشعري وكله. في ميك اب ارتست ما بتحبش مثلا، او لو راحها حتى مناسبه ما بتحبش تحط الميك اب لنفسها؟ لا دي كده قله جراءه، او يعني هي مش واثقه في نفسها. لازم يعني انا لو انا مش هبقى واثقه ما تعرفش تحط الميك اب. لا لو انا مش انا هبقى واثقه في نفسي، مين هيثق فيا؟ لازم اكون انا واثقه في نفسي. وتاني حاجه انا اكتر واحده اكون فاهمه الملامح وشي عن غيري. يعني هي المفروض تكون فاهمه الملامح وشها عني، انا اول مره اشوفها. هي فاهمه الوش، ده ايه بيليق معاه، كحل ابيض كحل اسود، فاهمه الوش. عشان كده باخد راي العروسه في اي حاجه. طيب مين بقى الناس اللي هي كانت دايما سبورت ليكي او دعم ليكي في مشوارك في الميك اب؟ امي. والدتك بس؟ امي. امي من صغري كانت بتجيب لي وتفضل يعني تقولي طب اتعلمي، طب اختي الصغيره كنت بتعلم فيها وكده. بعد كده ما وقفتش قصادي. يعني انا فتحت محل وانا عندي 18 سنه. ما شاء الله. انا دلوقتي عندي 28 وفاتحاه لوحدي ومكمله فيه. طب البيت عندك زوج حضرتك كان دايما برضو بيشجعك ولا هو كان معترض؟ لا كان معترض جدا، بس لما شافني ان انا مصممه على شغلي بقى مرحب جدا بالشغل. يعني هي والدتك وزوج حضرتك بس؟ صح. والموديل واخوات الموديل. طيب عايزك بقى يعني تقولي كلمه للناس اللي هي بتتفرج عليك دلوقتي، اللي هي عشت 10 سنين من ساعه ما فتحت لحد دلوقتي، تحب تقول لهم ايه؟ احب اقول لهم انا كنت عند حسن ظنهم، واي واحده كانت واثقه فيا طلعت تقدي الثقه بتاعتها. ومش هفضل واقفه على كده، هطور اكتر من كده، يعني مش هفضل مكاني برضو. ايه حلمك طيب؟ لا حلمي مش كده خالص، حلمي اكبر من كده بكتير. ايه قولي لنا طيب، شاركينا حلمك. يعني مش حلمي عرايس ولا الجو ده، انا حلمي ان انا اتعامل مع ناس كبيره، مش حلمي ان انا عرايس ولا الكلام ده. انا ما كنتش اصلا جبت ماتريال غاليه والكلام ده، لان اغلب الميك اب ارتست بيشتغلوا بهاي كوبي. وقليل جدا لما بيشتغل باوريجينال، يعني كام ماده معينه بس، كام ماتريال معين. انما انا جايبه كله اوريجينال، ولما بشوف حاجه تانية موجوده اجري عليها زي المجنونه. حتى الكورسات باخد تاني مع اني عارفه كل حاجه، باخد تاني. طب ايه اكتر فنانه نفسك تعملها ميك اب؟ اكتر فنانه بتشوفيها مثلا على الشاشه تقولي انا عايزه اعمل هنا زاهد؟ نفسي اعملها ميك اب جدا. يبقى احنا بنوجه من هنا رساله لهنا الزاهد انك لازم تعملي ميك اب من عند الميك اب ارتست ندى، بجد شاطره جدا. تسلم. يعني يا ريت تسمع ان انا اوصل لها الفيديو ده. انت ليا. شكرا. احنا برنامج الجريمه الجميله بيشكرك جدا. شكرا. على النصايح الكتير اللي انت قلتها لنا. تسلم. وعن اللوك الجميل اللي انت عملتيه ده. يخليك، هو ما كملش برضه شعرها ما اتعملش. نورتينا. يخليكي. وبنقدم لك يعني حاجه بسيطه كده. رساله تقدير مننا ان حضرتك شرفتينا النهارده. شكرا ليك. شكرا لحضرتك. استاذ ندى ناصر. شكرا لحضرتك. وريها كده للشاشه. اتفضل. عرفنا حلمك، عرفنا النصايح بتاعتك. حلمي ملوش سقف طبعا. مفيش حد بيبقى ليه سقف في حلم، الحلم على طول. ان شاء الله اللي جاي في تقدم ونجاح. ربنا يخليك. وتبقي اشهر ميك اب ارتست لفنانين في مصر. ربنا يخليك. تسلم. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة بقى للناس اللي بتتفرج عليك دلوقتي. أنا أقولها يعني؟ كلمة أخيرة للناس اللي بتتفرج عليك. يعني بحب كل حد وقف جنبي ودعمني، حتى اللي كانت سبب إن أنا أجي هنا. كانت سبب في كل خطوة في حياتي، اللي هي أخت الموديل. والناس اللي بتدعمني في كل حاجة.
احنا بنشكرك جدا. الله يخليك يا استاذه ندى، وبنشكر الموديل الجميل اللي شرفتنا. بنشكرك جدا يا استاذه اسراء. ميرسي يا ميدو، نورتيني النهارده. ان شاء الله على طول بقى في الحلقات الجايه معانا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نورتينا. شكرا. وبكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا من الاستاذه ندى ناصر او الاستاذه انجي الفقره اللي قبلنا. ان شاء الله استنونا الثلاث الجاي الساعه 7 وبرنامج الجمال والحياه.